السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. وهذه حلقة جديدة من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا متواصلة وسلسلة حلقات متواصلة لفريق الجهد الخدمي الهندسي الحكومي. هذا الفريق فعلا يحتاج إلى أن نشاركهم أعمالهم من خلال الإعلام، أن نسلط الضوء على جهودهم الكبيرة. ليس في الفريق فقط، بل هناك فرق كبيرة أيضا تعمل ليس في بغداد، بل سوف تتوسع أكبر وتصبح تشمل بعض المحافظات العراقية بكل مسمياتها. هذا الجهد يحتاج إلى تبريك وأيضا مساندة قوية حتى يستمر في نجاحاته من منطقة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى. اليوم نشاهد فريق الجهد الخدمي الهندسي الحكومي في بغداد، في مناطق كثيرة في بغداد. كنا نسمع في بداياتي منطقة أو منطقتين، اليوم نسمع بأن هناك شمول كبير لبعض مناطق بغداد. أيضا تحولت القضية إلى محافظة الديوانية، وغدا ممكن أن نسمع في المحافظة الفلانية والمحافظة اللي بعدها وبعدها. عمره قصير بقياس الجهد الذي قدم، أعتقد شهر ونصف تقريبا عمر هذا الفريق المشكل، مشكل من قبل السيد دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشيع السوداني. نحن اليوم أمام أحد أفراد هذا الطاقم، أحد أفراد فريق الجهد الخدمي الحكومي الهندسي الحكومي، والأستاذ عبد الرزاق المالكي عضو هذه اللجنة. نرحب بك أجمل ترحيب أستاذ عبد الرزاق. أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الرزاق. يعني تحدثنا مع الأخوة من أعضاء الفريق، وأيضا اليوم راح نلتقي بكم نسألك بعض الأسئلة اللي يدور محاورها حول هذا الجهد وهذا الفريق. أين أنتم الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالرقم 286 لسنة 2022 مع بداية تشكيل الحكومة برئاسة السيد الأستاذ محمد الشيع السوداني، صدرت أوامر من دولة رئيس الوزراء بتحديد المناطق المحرومة على جانبي الرصافة والكرخ. هذه خطة العمل كبداية في مركز العاصمة. هذه المناطق المحرومة حددت بموجب لجنة سميت بلجنة جمع البيانات. هذه اللجنة استعانت بمدراء بلديات القواطع، بدأنا بجانب الشعلة وبعدها بجانب قاطع بلدية الشعب. تم اختيار مناطق اللي هي تركت بدون خدمات منذ سنة 2003 ولغاية هذا التاريخ. هذه المناطق حقيقة بدأنا بفتح الطرق بالتسوية، أعمال التسوية الترابية وفرش الحصى الخابط، وبدأنا بتبليط المنطقة. اليوم بدأنا بالمنطقة الثانية بعد أن أكملنا تبليط وتطبيق المقرنص للفروع بمنطقة شاكر العاني. اليوم بدأنا بمنطقة السبع قصور، باشرنا بأعمال التبليط. وصلنا الآن إلى فتح أعمال في 13 منطقة على جانبي الرصافة والكرخ، في قاطع الشعلة منطقة شاكر العاني ومنطقة الدوانم، ضمن قاطع بلدية الكاظمية منطقة التاجيات، وضمن قاطع بلدية الشعب منطقة حي الكوفة ومنطقة سبع قصور. طبعا منطقة سبع قصور تشمل 3 قطاعات. احنا الآن بدأنا في مقاطعة 5/19، المقاطعتان الأخريتان إن شاء الله ستتم المباشرة بها بعد إكمال المقاطعة رقم 1. يعني من خلال برنامجكم أيضا نطمن المواطن، هناك قلق لدى المواطنين في المناطق المجاورة بعدم شمولهم حسب ما يتابعون الأعمال وسرعة الإنجاز والجدية في العمل، بدأوا يطالبون بالدخول بمناطقهم. خطة دولة رئيس الوزراء وتوجيهاته المستمرة ومتابعاته المستمرة من خلال الاجتماعات الدورية والمتابعة اليومية بضرورة اختيار المناطق المحرومة بدقة وإكمال الأعمال لهذه المناطق، لكافة المناطق. جد
أثناء حديثك أستاذنا أستاذ عبد الرزاق، طبعا مهندس أنت جنابك، وأكيد لك يعني باع طويل بعمل البلد، عمل الأعمال الميدانية. ذكرت بأنه أعمال يعني بعض المناطق يعني محرومة منذ 2003 وإلى الآن، زين وين كانت الحكومات السابقة؟ للأسف الشديد يعني المبررات التي وجدناها من خلال استيضاح دولة رئيس الوزراء من الدوائر المعنية في أمانة العاصمة ومحافظة بغداد، قسم كبير من هذه المناطق كانت واقعة في حسب إجابة أمانة العاصمة ومحافظة بغداد بأنها خارج حدود مسؤولياتهم. دولة رئيس الوزراء بعد تشكيله فريق الجهد كانت الغاية الأساسية أولاً أن يكون هذا الفريق عمله بشكل يشرف على المنطقتين وحل هذه الإشكالية، وكذلك توفير الغطاء القانوني، لأن الحجة كانت أنه بإدعائهم أن هذه مناطق عشوائية وقسم منها مناطق زراعية. كما تعرفون أنه هذه المناطق هي مناطق كبيرة وواسعة وبتعداد سكاني كبير، المناطق قسم منها يصل تعداد السكاني بما يعادل محافظة أو قضاء أو قضائين، ومتروكة بحجة عدم وجود سند قانوني للعمل في داخل هذه المناطق. حقيقة حتى القرار الذي صدر قبل الجلسة السابقة لمجلس الوزراء أوضح طريقة تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، الغاية منه توفير الغطاء القانوني ومعالجة هذه المشكلة الكبيرة التي بقيت مستعصية. الجدية في متابعة هموم الناس والاطلاع ميدانيا، دولة رئيس الوزراء حسب ما حضورنا معها في الاجتماعات فهمنا من خلال اللقاءات أنه مطلع على هذه المناطق ويعرف حتى أسماء الشوارع، وكان شغله الشاغل منذ توليه المسؤولية أن يضع الحلول. استدعى الموظفين المختصين من فنيين وقانونيين، وضع الحلول الفنية والقانونية، وحقيقة الجهد الكبير الذي يبذله الحشد الشعبي المتمثل بالهندسة الجهد الآلي للحشد الشعبي، هذا الجهد الذي يبذل أقصى ما يمكن من جهوده وكذلك إمكانياته سخرت لهذه الأعمال. الآن حجم الأعمال ونسب الإنجاز المتقدمة وفي زمن قياسي، نستبشر خيرا. الأيام المقبلة إن شاء الله ستشمل أعداد كبيرة ومساحات واسعة من هذه المناطق. شاكر العاني متى تسلم؟ يعني الآن احنا شاكر العاني عند اختيار المنطقة حسب المعلومات الأولية سلمنا الجزء الكبير الذي يشكل بما يعادل حوالي 75 إلى 80% أنجزنا. الربع الأخير المتبقي سينجز هذه الأيام، وإن شاء الله سيكون هناك افتتاح أمام قنوات الإعلام. جميل. يعني هذا الكون هو أول عمل يعني تهتمون به، أول عمل باشرته أصلاً به كفريق متكامل، لابد أن يشاهد الناس ما هي الإنجاز الذي قدمته. سؤالي هنا راح يكون من داخل العمل، فقط تبليط وهذا الواجهة بعد فترة ممكن ينقلها أو يصير إشكاليات، يعني هذا السؤال أكيد يتردد عند الناس. أكيد أنتم أثناء ما باشرتم العمل صار تساؤل عند الناس، أنتم مثل قبل تجون بس تبلطون وهاي هي، لو أكو عمل معمق أصلاً بهذا الاختصاص وهذا العمل. التوجيه دولة رئيس الوزراء بنص التعبير اللي وجهنا به برسالة تليت علينا عن طريق السيد رئيس الفريق الأستاذ جابر الحساني وكيل الوزارة، وتليت على أعضاء الفريق، ووجه بأن تكون الأعمال المنفذة من قبل فريق الجهد الخدمي هي أعمال ثابتة، والمقصود بالأعمال الثابتة أنه على المدى البعيد تبدا بمعالجه البنى التحتيه من شبكات المجاري واشتراكات الماء، وكذلك معالجه التعارضات الموجوده في المنطقه. يعني احنا بدايه
هذه المناطق هي اصلا غير مصممه، لا توجد فيها خرائط قطاعيه. الخطوه الاولى وجه دوله رئيس الوزراء بان يكون سقف زمني سريع للمنطقه، وسخرت كل امكانات امانه العاصمه. بعد اللقاء الفريق التقينا بالسيد امين العاصمه وسخر امكانيات دائره التصاميم في الامانه بان المنطقه التي قبل دخولها تصمم لفتره اقل من اسبوع وتسلم الى الجهه المنفذه. باشرنا باعمال ازاله التجاوزات والتعارضات بحيث تكون مقاطع الشوارع ضمن المقاطع النظاميه المحدده والمقرره. بعدها تتم المباشره باعمال المجاري. هذه المناطق كما تعرفون منفذه من قبل الاهالي. المجاري غير نظاميه، الربط غير نظامي، الميول في شبكات وخطوط المجاري الداخلية غير نظامية، الربط على الخط الرئيسي ربط غير دقيق، مو وفق التصاميم. احنا في حينها بعد كشفنا على الموقع والاطلاع من خلال سؤالنا للمواطنين واستطلاعنا للمنطقة، استفادينا من موضوع تعرض هذه المناطق لموجات الفيضانات اللي تعرضت لها أمانة العاصمة في الفترات السابقة. من خلالها جمعنا معلومات وعرفنا أماكن الخلل. تم فتح هذه الشوارع من جديد ومد أنابيب وربطها بالخط الرئيسي، بل هناك مناطق على سبيل المثال منطقة حي الكوفة تم إقرار إنشاء خط رئيسي بطول 1.3 كيلو وربطه بالخط الرئيسي. وكذلك أيضا مثل آخر منطقة حي البساتين وحي المصطفى اخترنا طريق رئيسي يربط طريق بغداد كركوك بطريق قناة الجيش. هذا الطريق وجدنا أنه يفتقر إلى وجود خطوط المجاري. بعد أن نفذنا شبكات الأمطار وخطوط المجاري الثقيلة نفذنا خط رئيسي وربطناه بالخط الرئيسي بغداد كركوك. عدم السماح دولة رئيس الوزراء عدم السماح بالمباشرة بأي فقرة أخرى، أعمالنا هي ترابية وسبيس وتبليط، عدم المباشرة بأي طبقة أو فقرة أخرى دون حصول الموافقة الرسمية من شركة ابن رشد اللي هي تابعة لأمانة العاصمة، هذه الشركة التي تقوم بالفحوصات المختبرية، وكذلك يعني تزويدنا بوثيقة من خلال دائرة مجاري أمانة العاصمة بأن هذه المنطقة اكتملت في أعمال المجاري، وأيضا تزويدنا بتقرير مفصل مصادق من قبل دائرة ما أمانة العاصمة كي نعرف أن هذا الشارع جاهز للأعمال الأخرى. فالأعمال ليست ترقيعية، أعمال ثابتة ووفق مواصفات، وأيضا طبقة الإسفلت المنفذة وفق معادلة إسفلت وفحوصات وحدل بموجب المواصفات. أحسنتم والتوضيح. يعني بما معنى يعني انتم لو طبيت مثلا الى منطقه حي الكوفه نفرض، نعم، ما وجدتوا اصلا بها مجاري سبت تنقوا، نعم، ناس سنة. نعم، انتم تجون يعني كفريق وعملكم والياتكم تسوون اصلا مجاري من جديد؟ يعني منطقه حي الكوفه ذكرتها حضرتك بسؤالك، يعني عباره يعني بدون مبالغه عباره عن مستنقع سابقا. شوارع الفرعية معرضة للفيضان، الشارع الرئيسي دائما تتكدس فيه المياه. بعد مرافقتنا لمدير عام الشعب استوضحنا منه عن هذه المنطقة، يعني أبلغنا أنه هذه سنويا تتعرض للفيضان ويستخدم السيارات الساحبة والصاروخية في تمشية المجاري بشكل معالجات وقتية. وجدنا أنه تحتاج هذه المنطقة إلى مد خطوط كاملة بفروع وربطها بالشارع الرئيسي، ووجدنا أيضا أن هناك خطوط شبه رئيسية تحتاج أن تمد داخل المنطقة وبعدها تربط بالخط الرئيسي. وجدنا أن هذا الخط المنفذ أيضا لا يكفي، تحتاج إلى خط رئيسي آخر يكون على طول طريق شارع الضغط المسمى شارع الضغط في حي الكوفة بطول 1.3 كيلو وبقطر 500 ملم. استحصلنا الموافقة. طبعا الفريق الجهد الخدمي
الفائدة الكبيرة التي استفدنا منها تجاوز الروتين والبيروقراطية، أنه أي جهة أو أي دائرة تحتاج إلى أي موافقة هي موجودة ضمن الفريق. دولة رئيس الوزراء حرص أنه يكون كل الدوائر ممثلة بهذا الفريق، يعني رئيس الفريق، وكيل وزير الإعمار، وعضو الأستاذ وكيل وزير الكهرباء الأستاذ نزار، مدراء عامين الرصافة والكرخ، مدراء عامين التربية الرصافة والكرخ، وزارة الإعمار، حتى التربية، التربية، وأيضا ممثل من وزارة النفط الأستاذ حسين مدير عام الانتوجات. النفط وكل لهم موضوع تجهيز الفريق بالوقود وأيضا القير، مواد القير، إضافة لمساهمتهم بتشكيل فريق جهد هندسي. دخلوا منطقة سبع البور، هذه المنطقة اللي حقيقة أيضا تعتبر منطقة محرومة، ومن خلال زيارة الفريق وجدنا أنه تحتاج إلى تشكيل فريق جهد متكامل ومن وزارة ذات إمكانيات كبيرة، فتم اختيار وزارة النفط ودخله في المنطقة والأعمال المستمرة فيها. لا يمكن أنه المنطقة يتم أعمال التبديل دون إكمال البنى التحتية. ممتاز، هذا شيء إيجابي بصراحة، يفرح المواطن اللي يسمع هاي الأخبار بأنه الأعمال أن تكون دائمة ولو لعشر سنوات قادمة. أنا أشوف دائما المشاريع الممتلكة تجي شركة، يقول شركة مثلا يقولون هذا تعاقدوا مع شركة إيطالية، لكن أنت تشوف المقاول مو الثانوي بل العاشر يجي هو ينفذ العمل، وتأخذ كل من يأخذ هذا البزنس العمل ما بيناتهم يطيح حتى يسكت، آخر شيء تجي على مقاول أخير فقير جدا يتعامل بمواد أقل كفاءة حتى ممكن يمشي شكل عامل خارجي حتى يمشي المشروع. لكن بهذه الأخبار السارة بصراحة ممكن أن نتفائل ونتأمل خير بهذا الجهد الخدمي إن شاء الله. حتى بعد أن نأخذ فاصل أستاذ عبد الرزاق، عندنا أسئلة كثيرة اليوم اللي نطرحها على جنابكم، أيضا هناك أثناء عملكم أكيد هناك تجاوزات كيف راح يتم، لكن بعد ما نشاهد مشاهدين الفاصل ومن ثم نعود. هذه عودة مرة أخرى مشاهدين الكرام على برنامج بخدمتكم والحلقة الخاصة عن فريق الجهد الخدمي الهندسي الحكومي. ضيافتنا الأستاذ المهندس عبد الرزاق المالكي، عضو اللجنة المركزية لهذا الفريق. أستاذ عبد الرزاق، قبل الفاصل تحدثنا، كان سؤال عن أكيد أثناء عملكم راح تجدوا هناك تجاوزات كثيرة كون هناك مناطق عشوائية، لكن حرصكم أن يكون العمل يشمل حتى بعض المناطق، كلهم هذول المواطنين تشوفون بعض المناطق شاهدوا، واعتقد تداولنا بالحديث قبل الحلقه، هناك مناطق يوجد تجاوز لكن باعداد كبيره من السكان، كيف تعاملتوا مع هذه التجاوزات؟ حقيقه طبيعه مواطننا من خلال عملنا في مجال البلديات، هذه الخدمه الطويله اللي خدمناها في البلديات، مواطننا مواطن بسيط متعاون ومواطن يفهم القوانين، لكن للأسف الشديد عدم الثقة بين المواطن والحكومات السابقة، يعني تجد هناك مقاومة كبيرة ورد فعل عنيف من قبل المواطن عندما تخبره أنه داره متجاوزة على الطريق العام وفي النية زالت التجاوز وفتح طريق، لا يقتنع المواطن بوجود أعمال ستنفذ على أرض الواقع. احنا في البداية عانينا بإزالة التجاوزات، يعني الشارع الأول على سبيل المثال في منطقة شاكر العاني عندما أردنا أن نزيل تجاوز وجدنا ردود فعل، في اليوم الثاني عندما لاحظ المواطن دخول الآليات والعمل الفعلي تفاجأنا بقيام المواطنين بإزالة التجاوزات وهو يراجع البلدية ويطلب تحديد المسار، لأنه وجد أنه نزل كدس السبيس، نزلت الآلية المتخصصة، الكوادر متواجدة صباحا من السادسة صباحا، طبعا أعمالنا احنا تبدأ من السادسة صباحا حتى السادسة مساء، الهيئة الحشد الشعبي
الدوام طبيعة دوامها حتى أيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية. وحقيقة هذا الإنجاز يعني دائما أحب أكرر موضوع وجود هيئة الحج الشعبي، موظفين منضبطين حقيقة، كوادر منضبطة وفنيين يمتلكون الخبرة والكفاءة وإدارة رصينة، هذا ساعدنا كثيرا في تقدمنا بالعمل. المناطق الأخرى يعني هناك مناطق يعني لم تمر عليها الدوائر البلدية في السنين السابقة، عندما بدأنا كان هناك تصادمات بين المتجاوزين وبين الجهات المنفذة. الآن عندما تبدأ فور نزول الآليات في المنطقة يبدأ المواطن بالتعاون. احنا عندنا شارع في الدوانم يعني كان عرضة حوالي 3 إلى 4 متر قسم منه، وكان المطلوب 10 متر. وعند نزولنا في هذا الشارع حقيقة حصل تذمر من الكادر، يعني خشية حصول تصادمات. تفاجأنا في اليوم الثاني إزالة التجاوزات من قبل المواطنين، ويراجعون فريق الجهد والكادر الحشد بالمباشرة. هذا سرى على كل المناطق الموجودة، لا نعاني الآن من موضوع التجاوزات ولا نحتاج إلى قوة أمنية ترافقنا أو حماية، إنه المواطن موفر حماية للآليات، المواطن موفر حماية للكادر. حقيقة نشعر بين أهلنا عند دخولنا للمناطق بين عوائلنا فرحة المواطنين كبيرة، التعاون لأول مرة يشعر المواطن أنه ابنهم في خدمتهم، المصداقية في العمل إن شاء الله. جميل، أحسنتم، جزاكم الله خير. وهذا أمنيتنا أن يكون هناك تعاون ما بين المواطن والحكومة لغرض أن تنجز معهم الحكومة داخل مناطقهم. لدي سؤال، يعني المشاريع المحالة أستاذ عبد الرزاق هم تشمل بالخدمات لو شنو؟ احنا فريق الجهد الخدمي ضمن مهامه بعد صدور قرار مجلس الوزراء، الفقرة ثانيا ضمن مهام الفريق هي متابعة المشاريع المتلكة، خاصة التي تعترض مشاريع الجهد الهندسي. يعني احنا اليوم دخلنا الى منطقة وفيها شبكة مجاري تم احالتها الى شركة معينة، واعمال التبليط اللي هي فرش السبيس والتبليط لا توجد جهة متعاقدة على هذه الفقرتين. في هذه الحالة سيتم تعطيل تنفيذ هذه الفقرات لحين اكمال اعمال المجاري. طبعا على سبيل المثال بعد زيارتنا لمنطقة الطارمية قبل حوالي 3 أسابيع زرنا المنطقة بلجنة يرأسها سيد رئيس الفريق أستاذ جابر الحساني وكيل الوزارة، وطرحوا علينا الأخوة قائم مقام الطارمية والأخوة المسؤولين المحليين في البلدية مشكلة المجاري التي عانت منها هذه المنطقة وتعطيل تنفيذ فقرات السبيس والتبليط فيها. طبعا وجدنا قسم من الإشكاليات، هناك إشكاليات إدارية وقسم قانونية وقسم منها تلكؤ في الشركة، وهناك موضوع صاحب عمل ومباشرة شركة أخرى. تم الاتفاق على معالجة كل هذه الإشكالات ووضع سقف زمني، يعني المنطقة الطارمية حدد لها إلى الشهر الثالث في السنة القادمة تسلم هذه المجاري. يعني نزلت من عملكم؟ نعم نزل؟ نعم، يعني هذه دائرة المجاري كمل أعمالها في الشهر الثالث كي تتم المباشرة بأعمال السبيس والتبليط بعدها. يعني هذا المشروع يعني من تراجعه من خلال اطلاعنا على العمل ميدانيا معطل لأكثر من سنتين. هذا العمل سبب في معاناة المواطنين في هذه المنطقة. أيضا دولة رئيس الوزراء شكل لجنة خاصة لمتابعة المشاريع المتلكة، صنفت هذه المشاريع، هناك مشاريع نسب إنجازها أقل من 50% صنفت بأنها مشاريع متلكة ويجب إعادة النظر فيها واتخاذ القرارات المناسبة، مشاريع بنسب إنجاز متقدمة 70 أو 80% حدد سقف زمني. أيضا طبعا
هذه المشاريع عندما تراجعها تجد أنه الغطاء القانوني متوفر من ناحية منح مدد إضافية وفي إطار قانوني، وتجد أن هذه الشركات لا توجد حجة قانونية في سحب العمل منها. طبعا دولة رئيس الوزراء وجه بتحديث سقوف زمنية بالإسراع بهذه الأعمال، وعلى سبيل المثال لدينا مداخل العاصمة، مدخل بغداد اليوسفية ومدخل بغداد بسماية والتاجي ومدخل سامراء ومدخل كركوك، شكل لجنة دولة رئيس الوزراء بين وزارة الإعمار وأمانة العاصمة لغرض كان هو السبب الرئيسي لهذا الاجتماع، الاختناقات المرورية في أمانة العاصمة ضمن هذه الفقرة اللي هي سبب الاجتماع موضوع الاختناقات المرورية، انفتحت فقرة أخرى أنه هذه المشاريع متلكة، وأيضا وضعت سقوف زمنية، ونجد الآن قسم من هذه المناطق تجد أكثر من شفت، كان على سبيل المثال الأعمال تكون فقط مسائية أو صباحية، الآن نجد في هذه المناطق أكثر من شفتين إلى 3 شفتات، إضافة إلى تعزيز عدد الآليات والفرق العاملة. هذا يسري على كل محافظات العراق. بعد زيارة دولة رئيس الوزراء المحافظة الديوانية شكلت لجنة رئيسية عليا برئاسة رئيس هيئة المستشارين الدكتور عبد الكريم وعضوية كوادر فنية وقانونية متخصصة لتحديد أسباب التلكؤ في المشاريع. على سبيل المثال لدينا مشروع مجاري في الديوانية، عانت ما عانت محافظة الديوانية من هذا المشروع، دولة رئيس الوزراء وجه بأن تكون هذه اللجان تقدم تقاريرها بشكل فوري والمباشرة الفورية، ونجد الآن الشركة والمديرية العامة للمجاري اللي تمت إحالة الأعمال من قبلها على قدم وساق في التقدم بالعمل، سلمت مناطق تقريبا 15 منطقة سلمت إلى البلدية بعد أن كان هناك تأخير بالإجراءات الإدارية روتين. يعني تجد أنه أكو مناطق في واقع الحال يعني هي منجزة لكن أعمال الاستلام النهائي هنا إحنا عندنا أي عمل بعد الإنجاز يكون هناك إنجاز أولي وإنجاز نهائي. الإنجاز الأولي منجز الأعمال، والمحضر النهائي كي تستلم البلدية هذه المواقع وتباشر بأعمالها تجد لجنة مشكلة مضى عليها أشهر وبحجج واهية أو عدم متابعة، ويبقى المحضر بدون إنجاز. هذا الموضوع وجه دولة رئيس الوزراء بأن تكون هناك إجراءات فورية وسريعة ومحاسبة المقصرين. الأيام القادمة إن شاء الله بعد أن سلمت 15 منطقة سيكون هناك إنجاز لكامل الأعمال في هذا المشروع والمشاريع الأخرى. أحسنتم أستاذ عبد الرزاق، بعد ما يعني استمعنا لطروحاتك حول المشاريع اللي تعملون بها وإن شاء الله سوف تسلم، راح نتحول إلى بعض الأسئلة إن شاء الله، لكن بعد ما شاهد أيضا فاصل مشاهدينا الكرام نتواصل بتغطيتنا لهذا اليوم والحلقة الخاصة عن جهد أو فريق الجهد الخدمي الهندسي الحكومي. هذه عودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام حول حلقة هذا اليوم حول فريق الجهد الخدمي الهندسي الحكومي. أستاذ عبد الرزاق تحدثنا عن بغداد وعن أعمال المناطق المشمولة في بغداد، بديتوا أنتم بالمحافظات بالديوانية. نعم. حسب زيارة دولة رئيس الوزراء، هل هناك في المستقبل خارج الديوانية؟ يعني إحنا هناك طرح منذ بداية تشكيل فريق الجهد الخدمي أنه نشمل أكبر عدد ممكن من المناطق. دولة رئيس الوزراء يميل إلى أنه يكون الجهد مركز حتى دخولنا للمنطقة أن لا يكون الجهد عشوائي ومبحثر وغير متابع، النزول يكون حسب الإمكانيات الدولة حتى تكون المراقبة دقيقة والإنجاز وفق المواصفات. الآن إحنا بدأنا
نشاهد أنه المناطق بحاجة إلى خدمات مناطق واسعة. الاجتماع الأخير مع دولة رئيس الوزراء وجه أنه تتوسع هذه الفرق بمشاركة وزارات أخرى. الآن معظم الأعمال هي تنفذ من قبل هيئة الحشد الشعبي الهندسة العسكرية. الجهد الموزع بثلاثة عشرة منطقة. بدأنا نختار مناطق أخرى في بغداد لوزارات أخرى. يعني منطقة السبع البور دخلنا وزارة النفط. منطقة السريدات. يعني دخلت وزارة كمساهم لو كرئيس يعني. يعني فريق جهود والأستاذ حسين مدير عام النفط بمعاونة الأستاذ عبد القادر الدخيل عضو فريق الجهد وإدارة مشروع من قبل بلدية التاجي الأستاذ نزار. هنا شكلنا إدارة متكاملة لإدارة فريق جهد من آليات متخصصة لفتح طرق وأعمال تبليط بالمستقبل إن شاء الله منطقة التاجي، حتى لا يكون هناك يعني عبء على هيئة الحشد. أيضا اختارينا منطقة أخرى اللي هي منطقة سريدات ضمن قاطع بوب الشام. هذه المقاطعات بعد زيارتنا إليها وجه دولة رئيس الوزراء بجمع بيانات عن هذه المناطق. باشرنا فورا بجمع هذه البيانات بعد الكشف الميداني. يعني هناك قرى تسمى قرية البعليان، ضيفان، السواعد، يعني من تنظر إليها بالاسم قرية تجد أنها ولاية كاملة، مدينة متكاملة، هناك مجاري فيها منفذة، شبكات ماء، لكن ليست بموجب المواصفات. منطقة سريدات أيضا اللي دخلنا بها جهد وزارة الدفاع. جهد وزارة الدفاع أيضا آليات متخصصة تنقصهم بعض الآليات. هيئة الحشد رفدوهم بالآليات اللي تنقصهم من حادلات. يعني كان موجود عندهم جريدرات احتاجوا جريدر إضافي. أيضا كان عندهم مشكلة بموضوع تجهيز السبيس. يعني ساهم الحشد الشعبي بمساعدتهم بتجهيز السبيس من منطقة النباعي. يعني الشركة من يشرف عليهم؟ وزارة الدفاع كإدارة، لكن الإدارة المشروع كدائرة مقيم، مهندس مشرف، مدير البلدية اللي هو معاون مدير عام منطقة بوب الشام الأستاذ جاسم، يعاونه فريق فني مختص. فريق الجهد الخدمي احنا غالبيتنا مهندسين مدنيين متخصصين بأعمال البلديات، نشرف ونتابع يوميا وبزيارات ميدانية يوميا ومواقف متابعة بيوم بيوم. طبعا هذه المنطقة أيضا باشرنا منطقة واحد حزيران ومنطقة الإصلاح وفنية التحول إلى منطقة بوب الشام. وجدنا أنه بحاجة إلى دخول دائرة أخرى، فتم الاتفاق أنه تدخل شركة حمورابي من وزارة الإعمار والإسكان. هذه الأيام يوم أمس حصل الكشف الميداني على هذه المنطقة. في الأيام القادمة إن شاء الله ستباشر شركة حمورابي. شركة حمورابي إمكانياتها ليست كإمكانيات الحشد الشعبي. تم تنسيق المواقف بين هيئة الحشد الشعبي وبين شركة حمورابي بأن تكون الآليات بجزءها الأكبر من هيئة الحشد، والجهد الإداري والفني وكذلك الآليات قسم منها من شركة حمورابي. أيضا اخترنا هذا الجهد كي يدخل في هذه المناطق اللي أسوة بالمناطق الأخرى. يعني أكثر سعد الرزاق أكثر منطقة اللي دخلتوها بها عدد النسمات الكثافة السكانية، إيش قد كان العدد وأي منطقة؟ يعني أنا من خلال المعاينات ونزولنا في الميدان أعتقد الآن هي منطقة الدوانم في الشعلة. يعني تعداد سكانها يعني قد يصل إلى 70,000 نسمة أو أكثر. هذه المناطق يعني واقع حالها شوارع ترابية وتتعرض للفيضان سنويا، ومناطق يعني أيام سقوط الأمطار تنقطع عن المدن، وكذلك صعوبة وصول طلاب المدارس والموظفين، وحتى الحركة العامة تشل في هذه المناطق في أيام سقوط الأمطار. يعني الآن احنا منطقة الدوانم كان الأسبوع الماضي كشف مشترك بيننا وبين دائرة مجاري أمانة العاصمة
وجدنا أنه أعمال المجاري شكلية فيها، يعني المواطن منفذها بطريقة خاطئة. شكلت عدة فرق من بلدية الشعلة ومن أمانة العاصمة، وفي حينها رافقنا الأستاذ مستشار دولة رئيس الوزراء الأستاذ ضياء الدين، وبتوجيه من دولة رئيس الوزراء بأن يكون دخول هذه الفرق حيث لا يعطل أعمال هذه المنطقة، لأنه فرقة واحدة من المجاري داخلة في المنطقة، إذا بقينا على هذه الفرقة من دائرة البلدية على ما نعتقد وحسب ما درسنا الموضوع نحتاج إلى سنة كاملة لإكمال هذه المجاري. خططنا لنزول 4 إلى 5 فرق، وبموجب التصاميم واستعرضناها الشوارع بكل تفاصيلها، بدأ العمل هذا اليوم في هذه المنطقة، وتم إعطائهم سقف زمني لا يتجاوز 30 يوم لإكمال هذه المجاري وربطها بالخط الرئيسي. أيضا احنا نستثمر وجود الجهد العالي الموجود، ندخل في المناطق التي تسلم تباعا حتى يكون العمل أسرع. طبعا احنا غايتنا الأساسية سرعة الإنجاز وكذلك المواصفات، يعني هذه الأعمال الجهد، يعني احنا منطقة حي كامل فيما لو نفذ مقاولة أعتقد سنة كاملة يحتاج إلى إنجاز. الآن نفذ حي شاكر العاني في فترة 30 يوم، باشرنا منطقة 7 قصور قبل 30 يوم، اليوم باشرنا بأعمال التبليط، باشرنا قبل حوالي 25 يوم منطقة الكوفة، الآن هيئت 5 شوارع إلى التبليط وتسلم تباعا. الأعمال تسير وفق الأسقف الزمنية لو أقل، يعني نتجاوز السقوف الزمنية، يعني إحنا يعني بالتأخير عفوا سعد الرزاق تجاوزوها لو أقل من السقف الزمني بسرعة وضمن السقف الزمني وأقل من السقف الزمني. يعني إحنا هناك عرض في الداتا شو أمام دولة رئيس الوزراء يطلع على الشوارع بتفاصيلها ومسمياتها، عطينا يعني على سبيل المثال مناطق سقف زمني إلى شهر 3 أو شهر 4، الآن تبلطت نهاية تقريبا بداية 12. جميل. يعني كان السقوف الزمنية اللي أعطيناها راعينا موضوع سقوط الأمطار ووجود التعارضات، وقد نجد مشاكل في البنى التحتية من أعمال مجاري وما، كلها أخذت بالحسبان لغرض اللي هو تضاف لي الفترة الزمنية. هذه كلها تجاوزناها وبجهود كبيرة ومتابعة وتجاوز للروتين، يعني الاتصال الهاتفي يحصل وبعدها تبدأ الإجراءات الرسمية. ما شاء الله ممتاز. عفوا أكثرنا عليك من الأسئلة، لكن أحب نسمع ونتعرف أكثر على هذا الجهد بصراحة. ميزانية العمل، نعم، يعني كيف ميزانية؟ هل هي مخصصة عمل كل المشاريع؟ هناك تبويب إلها يعني في داخل؟ طبعا هو قرار مجلس الوزراء أنه إحنا تعرف أنه هذه الهيئة هي مشكلة حديثا، يعني ليست كمؤسسات الدولة الأخرى فيها ميزانية ومقرض من قانون الموازنة. إحنا الآن في طور دراستها، و احتمال كبير تنزل ضمن تكون هناك فقرة تثبت ضمن قانون الموازنة. هذه الفترة نعمل بالجهد الحكومي فقط موضوع الوقود وأعمال الصيانة. بالقرار اللي صدر أحد الفقرات تتولى وزارة النفط تجهيز الوقود وأعمال الصيانة، لأنه عندما وضعنا هذه الخطة وصياغة القرار نعرف جيدا أن التمويل المالي هناك صعوبة في التمويل المالي. الآن لحد الآن أعمال الصرف حقيقة الأنابيب تجهز من قبل أمانة العاصمة، المحولات تجهز من دائرة الكهرباء، الوقود يجهز من وزارة النفط، القير يجهز أيضا من وزارة النفط، النقل يتم مجانا عن طريق الحشد الشعبي أعمال السبيس. لكن هذه في المستقبل القريب نحتاج إلى موازنة تقر. احنا وضعنا صيغه ان شاء الله قانونيه واشخاص، يعني الدوائر الماليه المختصه وضعت ايضا صيغه الصرف وطريقه الصرف لهذه الاعمال. يعني تتوقع استاذ عبد الرزاق هاي التجربه الحديثه
ناجحة. يعني مثلاً تشوف التكاتف ما بين كل الدوائر الحكومية ذات الاختصاص بإنجاز مشروع في مكان في بؤرة واحدة وإنجازه بهكذا مواصفات، هل فعلاً بالمستقبل القريب أن تنضج وأن تصبح مؤسسة للتعاون؟ يعني فكرة الجهد الخدمي هذه فكرة أنا أعتبرها ناجحة جداً. عندما تجد الكلفة، درسنا موضوع الكلف، الوفورات المالية التي تتحقق للدولة عن الأعمال بدون مبالغة قد تختصر إلى النصف. يعني إذا كان التبليط ينفذ ب 28,000 دينار، ممكن كل الأعمال تنفذ ب 11,000 أو 12,000 دينار عن طريق فريق الجهد الخدمي للمتر المربع الواحد. الفقرة الأخرى سرعة الإنجاز، أعمال تنفذ بسنة إلى سنة ونص إلى سنتين، إضافة لحقيقة مع الأسف الشديد غالبية الشركات تقوم ببيع المقاولات إلى مقاولين ثانويين، وهذا سبب حقيقة إرباك وتعطيل لأعمال الخدمات على مستوى العراق. يعني هناك مجسرات عملاقة، هناك طرق سريعة، هناك مشاريع يعني أثرت على يعني في البنى التحتية، أعمال مجاري، تجد أن الشركة المتعاقدة سين وتجد في الواقع أنه عمال أو مجموعة عمال في الموقع ولا وجود لهذه الشركات. الجهد الحكومي هو جهد مسؤول أنه يمثل يعني دولة رئيس الوزراء ويمثل الحكومة. هذا الجهد يعمل بالقوانين بتفاصيلها وبدقة وباحترام القانون وباحترام المواصفات واحترام التوقيتات. يعني عندما يكون مسؤولك دولة رئيس الوزراء، خطة تقدم بدقة، الكميات تقدم بدقة، الأعمال تنفذ وفق سقف زمني. يعني احنا لحد الآن هذه الأعمال لو كانت محالة إلى مقاولين أنا أعتقد سنتين ما تنجز هذه الأعمال. قادم الأيام يعني احنا الجهد إن شاء الله يعني راح يصير عليه كثير من الإضافات. يعني بدأنا على سبيل المثال عندنا موضوع الباور كيرف، القالب الجانبي. هذا القالب الجانبي إذا نفذناه مقاولة أنا أعتقد نحتاج إلى الكيلو متر الواحد حدود 50 إلى 60 مليون. يعني إحنا إذا ننفذ تنفيذ مباشر ما يتجاوز 20 مليون دينار. يعني هذا اليوم تم الاتفاق أنه يكون هيئة الحشد لديها جهاز باور كيربر يصب الأرصفة موقعيا، وسنباشر في هذا هذه الأعمال في حي الكوفة. ممتاز. ستكون هذه التجربة في منطقة حي الكوفة إن شاء الله. تباعا نحدد ماذا يحتاج هذا الفريق من آليات وماذا يحتاج من كوادر، وستكون هناك موازنة نظامية بطريقة الصرف. ووجه دولة رئيس الوزراء بأن يكون أحد أعضاء الفريق عضو من الرقابة المالية. ما شاء الله، جيد، ممتاز. هذا العضو يدقق عملية سير الأعمال وفق قوانين الدولة والأسس المالية بطريقة الصرف. وأيضا وجه أنه تكون المختبرات رصينة في أعمال الفحص، ومختبرات مقررة من قبل وزارة التخطيط وخاضعة للمعايير والمعايرة حيث تكون هذه الفحوصات بدقة. أيضا طبقة الإسفلت اللي يتم إكسائها في المناطق خاضعة للمعادلة اللي هي تكون هذه المعادلة وفق النسب المحددة لخلطة الإسفلت. هذه منين إحنا هذه ثبتت هذه الملاحظات من خلال الأخطاء اللي لاحظها بالطرق الخارجية. صح. والطرق صح. يعني لاحظنا كثير أعمال منفذة تجد بعد مرور 30 يوم نزول فيها الشوارع ووجود ربطانات والتموجات والتكسرات. يعني هذه بأعمال الجهد لن تتكرر إن شاء الله. أيضا للأسف الشديد كثير من الأعمال نفذت سابقا دون تخطيط. يعني تجد ينفذ شارع يبلط، الأسبوع اللي بعده أو بعد مرور شهر تجد أعمال حفريات مجاري بعد التبليط الحديث. هذا غياب التنسيق. هذا الفريق
لأنه متكامل من كافة الأخوة الموجودين في أمانة العاصمة وفي محافظة بغداد ومن دائرة التخطيط. معنا الدكتور محمد أيضا عضو فريق الجهد الخدمي من وزارة التخطيط. يعني نطلع من خلال الأخوة بالدار العامة للتخطيط بأمانة العاصمة ومن خلال بلديات بغداد ومن خلال تخطيط الوزارة على المشاريع اللي تنفذ في هذه المنطقة. أحسنتم إن شاء الله. حتى لا نقع بنفس الخطأ اللي أحسنتم. أستاذ عبد الرزاق شكرا، طبعا آسف أن وقت البرنامج نفذ عندنا. شكرا على كل ما طرحته اليوم من توضيحات ضرورية جدا للمواطن أن يطلع عليها. شكرا لجهودكم الكبيرة، شكرا لتعبكم، هذا بالتأكيد هذا إن شاء الله سوف نرى النور لكل المشاريع اللي تم نزول إلها ميدانيا، وأن نفرح معاكم في ونفرح مع المواطن العراقي بإنجاز هكذا مشاريع. الأستاذ المهندس عبد الرزاق المالكي عضو اللجنة المركزية لفريق الجهد الخدمي الهندسي الحكومي، شكرا مرة أخرى لك وشكرا لحضورك. شكرا لكم. الله يحفظكم. إذا مشاهدينا الكرام، في ختام الحلقة تقبلوا تحيات كادر البرنامج، وأنا موعد ومقدم البرنامج حازم الحربي، ألتقيكم بإذن الله تعالى يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء. في أمان الله.